اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس، وخلاص زي ما قلت البطوله العربيه على الابواب، فاضل 7 ايام بالظبط، والكل طبعا مستني يشوف الشكل الجديد للبطوله بمشاركه فرق عربيه كبيره بتمثل بلدانها العربيه، وبالتاكيد جمهورنا مستني عشان يشوف الاجواء الخاصه بالبطوله ومشاركه فريقنا نادي الزمالك في مجموعه قويه مع النصر والشباب من السعوديه والمنستير التونسي. هنتكلم بالتفصيل عن البطوله وعن المجموعه اللي معانا واهميه كمان البطوله ماليا وفنيا وجماهيريا مع ناقدنا الرياضي اللي منورنا في استوديو نهارك ابيض استاذ امير نبيل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، سعيد بالتواجد معاك في قناه نت. احنا اسعد، منورنا. خلينا نتكلم على البطوله العربيه، خلاص فاضل حوالي 7 ايام، فاضل تقريبا اسبوع بالظبط على البطوله العربيه، فلو هنتكلم عنها وهنتكلم عن الاهتمام الكبير كمان بالبطوله العربيه وبجوائزها الماليه. يعني بالتاكيد البطوله العربيه يعني حدث كبير هيحظى بمتابعه كبيره، مش بس على المستوى العربي، على المستوى العالمي. وانا مش ببالغ لما بقول كده ان على المستوى العالمي، لان هيبقى فيه نجوم عالميه بتشارك مع الانديه السعوديه تحديدا. شفنا يمكن الطفره في الانتقالات في الكره السعوديه في الاشهر الاخيره، و يعني حفل يعني محاولات من الانديه الكبيره انها تحاول تدعم صفوفها بلاعبين كبار. شفنا كريستيانو رونالدو اللي بدا المسيره نحو الانديه السعوديه، ثم كريم بنزيما، ثم نجولو كانتي، رياض محرز، كتير من اللعيبه اللي سواء في الطريق الى الانديه السعوديه او حسبت انتقالها بالفعل. فبالتالي احنا بنتكلم عن بطوله قيمتها التسويقيه، احنا بنتكلم عن 467 مليون يورو ده القيمه التسويقيه للبطوله ككل بالنسبه للانديه المشاركه. مجموعه الجوائز ايضا حافز كبير جدا للانديه اللي بتشارك. ما اعتقدش ان في بعض البطولات القاريه ما بتوفرش الحافز المادي الكبير ده. الجوائز الماليه هتكون ايه؟ يعني احنا بنتكلم اجمالا 10 مليون دولار، البطل بياخد 6 مليون، الوصيف 2.5 مليون دولار، اللي بيوصل للمركز الثالث 200 ألف دولار، ثم بعد كده 150 ألف دولار للدور ربع النهائي، و100 ألف دولار لمجرد المشاركة. حتى الفرق اللي شاركت في الدور التمهيدي حصلت على 20 ألف دولار كحافز لأنها شاركت في الأدوار اللي هي التمهيدية. النقطة المميزة في قصة توزيع الجوائز في البطولة انها بتدي الحافز الأكبر للبطل عشان يبقى التنافس أكبر، يبقى كل الأندية عندها طموحات الفوز بلقب البطولة. في كتير من البطولات القارية والإقليمية بنشوف ان الفارق المادي ما بين البطل والوصيف مش كبير قوي، لكن بنتكلم في أكتر من الضعف ما بين البطل والوصيف. ده بيدي حافز لكل الأندية ان يبقى هدفها فقط هو المركز الأول. البطل كام والوصيف كام؟ 6 مليون 6 مليون البطل 6 مليون دولار والوصيف 2.5 مليون دولار. فرق كبير. بالتالي في فرق يحفز اي فريق ان انا ليه ما اكسبش البطوله، ليه ما يبقاش هدفي ان انا افوز باللقب، خاصه انها جايه في توقيت بنشوف كتير من الانديه، يمكن الهلال في النمسا، النصر في البرتغال، الشباب ايضا بياخد مباريات، كل دي طبعا يعني بتدي حافز ان انا تجربه قويه. انا خلاص ابتديت في فتره الاعداد للموسم الجديد. يمكن عندنا برضو الامور، احنا يا دوبك انتهينا من بطوله الدوري، الدوري الماراثوني اللي استمر صحيح الظروف مختلفه عندنا شويه، احنا لسه مخلصين فيمكن بتدي فرصه ان اللعيبه يمكن لسه رجليها في الملعب شويه. صحيح ممكن يبقى في بعض الاجهاد، بعض الارهاق البدني، ولكن اكيد كلنا ثقه في الجهاز الفني ان هو يقدر يجهز اللعيبه بشكل امثل للبطوله دي، اللي زي ما بقول لحضرتك كلها حوافز فنيه وماديه. مجرد المشاركه 100 ألف دولار، يعني بنتكلم في اكتر من 3 مليون جنيه، فرقم مش وحش ابدا بالنسبه لان فريق يشارك مجرد المشاركه طبعا هيدي حافز اكتر ان انا اتاهل دور ربع النهائي. كل ما اوصل لمرحله هيبقى الحافز المادي اكبر والحافز الفني اكتر كمان، ان انا ليه لا ان انا اوصل لادوار متقدمه. طب لو هنتكلم عن الحضور الجماهيري للبطوله، شايف ان المتابعه الجماهيريه والحضور الجماهيري هيكون كبير؟ اكيد طبعا، يعني مين ما يتمناش ان هو يشوف النجوم المميزين دول في الملعب، ومش بس بنتكلم على نجوم الانديه السعوديه، لا يعني مش هتتاح فرصة كتير ان انا اشوف اندية من المغرب، من تونس، من الجزائر، كل الاقطار الوطن العربي بتجتمع في. طبعا نادي الزمالك اسم كبير ومعروف على المستوى
الخليج، وكتير من الجماهير المصريه العاشقه لنادي الزمالك بتتمنى تشوفه في كتير من المحافل الدوليه. شفنا السوبر المصري السعودي كانت الجماهير عامله ازاي، سواء النسخه اللي فاتت او اللي قبلها، فبالتالي في شغف عند الجماهير انها تشوف يعني البطوله العربيه شكلها هيبقى ازاي، شكل التنافس، الانديه والصفقات الجديده، الاسماء الكبرى في كل الانديه. اعتقد ان حتى النظام اللي يمكن زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه، الشكل الجديد للبطوله والنظام الجديد ونظام تصفيات ثم اقامتها بشكل مجمع في دوره في المملكه العربيه السعوديه، ده بيدي يعني قوه ايضا وقيمه للبطوله، ان هيبقى في تنافس شديد بين كل الانديه على التاهل عن مجموعتها، فبالتالي متوقع ان هي هتبقى ناجحه جماهيريا بشكل كبير جدا. وفي تخطيط من الاتحاد العربي بصراحه من اول يوم في البطوله ان يتم انجاح الحدث على المستوى الجماهيري، على المستوى الفني، على المستوى ايضا الاعلامي والتسويق الجيد لها، فاعتقد كل دي عوامل نجاح بتخلينا نحن على موعد مع نسخة مميزة جدا من البطولة العربية. ده حقيقي، واعتقد ان الحضور الجماهيري كمان فيما يخص نادي الزمالك هيكون كبير جدا، لانه يمكن رابطة مشجعين نادي الزمالك هناك في المملكة العربية السعودية من اكبر روابط المشجعين في الوطن العربي، فبالتأكيد يعني ان شاء الله بنتمنى ان الملعب يكون مليء بالزملكاوية. ده غير كمان ان السعودية اصلا من البلاد المليئة بالجاليات العربية، هتلاقي هناك مصريين كتير، هتلاقي توانسة كتير، مغاربة كتير، فبالتالي لا البلد نفسها حتى مش بس فكره ان الناس تسافر عشان تحضر المباريات، لا البلد نفسها اصلا مليئه بالجاليات العربيه. ده كده كمان الجماهير السعوديه محبه للكوره، يعني تشوفي شكل التنافس الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، لا يعني في فعلا منتج بيتقدم، منتج حقيقي خلى الجماهير عندها شغف المتابعه، عندها شغف انها تشوف مين بطل كل موسم، الاتحاد ولا النصر ولا الشباب ولا الاهلي رجع لدوري المحترفين، كل دي امور طبعا بتخلي الشغف عند الجماهير كبير من كل المنافسات، مش بس الدوري السعودي، لا كمان هتبقى البطوله العربيه فرصه جيده يعني. ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي الزمالك كان واخد راحه سلبيه 5 ايام، الفريق كان واخد راحه سلبيه وهيرجعوا التدريبات والاستعدادات هتبقى يوم السبت القادم. شايف من يوم السبت لحد بدء البطوله يعني اسبوع، مش وقت كبير اطلاقا، شايفه ازاي الجهاز الفني هيقدر يستعد في الوقت السريع ده للبطوله، خاصه ان اول مباراه كمان لينا هتكون امام الفريق التونسي اللي هو الاتحاد المنستيري. بالظبط، يمكن هو طبعا في شقين من الاستعداد، في الاستعداد الفني وفي الاستعداد البدني والمعنوي، او عفوا الذهني والمعنوي، ان انا اجهز اللعيبه لان يبقى في حدث كبير زي ده، اتخلص من الضغوط اللي عليا، خلاص بطولات وانتهت، بطوله الدوري ملف وقفلناه، خلاص اركز في اللي جاي، عندي حدث كبير اسمه البطوله العربيه، مشاركه انديه على مستوى الوطن العربي، نجوم كبار، حافز يعني في حوافز بتوجد نفسها امام لعيبه وفريق نادي الزمالك ان هم يقدموا افضل ما عندهم. طبعا الشق الفني يعني اتكلمنا عليه كتير قبل كده، مستر اوسوريو والخطه وطريقه اللعب اللي بيطورها دايما من مباراه لاخرى، وبيبقى بتبقى اكثر يعني اتزانا من بمرور الوقت مع لاعبي نادي الزمالك، كل اللي كان محتاجه المدير الفني الكولومبي بعض الوقت عشان يفرض اسلوبه بشكل افضل مع الفريق، ويمكن ده اللي شفناه في المباراه اللي فاتت بصرف النظر عن بعض الاخطاء او الهفوات اللي ممكن تحدث خلال المباراه وتغير سير المباراه، ولكن بشكل عام يعني في حاله رضا يعني عند هقول لحضرتك عند قطاع كبير من جماهير نادي الزمالك عن اللي بيقدمه اوزاريو، وشايفين ان هو مدير فني عنده كوره. يعني كتير من الاوقات ممكن الفريق كان بيكسب مع اجهزه فنيه سابقه، لكن الاداء او المحصله الفنيه ما ترضيش طموحات الجماهير. جماهير الزمالك دايما مميزه في حته انها بتحب الكره الحلوه، عايزه تشوف كره حلوه، عايزه تشوف اداء جيد في الملعب قبل ما تشوف بالزبط. نتيجه بالظبط. يعني هي الفكره في يعني ده المميز في اوسوريو ان هو بيحاول يقدم كره كويسه. البعض قد يرى ان لا لسه محتاج شويه وقت، لسه محتاج الجانب الدفاعي يهتم بيه بشكل اكبر، لكن كل دي امور طول ما انت ماشي صح، طول ما انت بتعدل من نفسك انت يبقى انت كده ماشي في الطريق الصحيح. يعني عجبني ان هو برده ما استجابش لبعض الضغوط الجماهيريه، على الاقل ان هو لا الخطه دي ما تنفعش مع لاعبي نادي الزمالك في البدايه، لا يلعب بطريقه اكثر اتزانا دفاعيا، لكن هو مصر على طريقه لعب وماشي بيها بشكل كويس يعني. ويمكن انا بتابع حتى وسائل اعلام في كولومبيا و
يعني برضو بعض المدربين بيتكلموا عنه بشكل كويس، اوزاريو كمدير فني ان هو فعلا له تكتيك واضح، له طريقه لعب بيعتمد عليها، دايما بيقارن نفسه ب يعني مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بالانديه اللي بتلعب كره حديثه. وده مش عيب على فكره، يمكن برضو البعض خد الامور في قدر من السخريه، مش محلها الحياه تماما. يعني لما بتكلم عن ان مدير فني ان هو بيحاول يطور طريقه اللعب وبيستشهد بنموذج عالمي، ده شيء يحسب له مش يحسب عليه. فبالتالي ان انت تطور طريقه لعبك، ان انت الشق الهجومي والشق الدفاعي يبقى فيه قدر من الاتزان، تقدر تحقق الخطه بتاعتك بالادوات المتاحه عندك، ده اعتقد يبقى النجاح المطلوب من اوسوريو، وهو بالفعل ابتدى يحط يعني قدمه على بدايه سلم النجاح. ده حقيقي. طيب لو هنتكلم عن اللاعبين المعارين اللي رجعوا لنادي الزمالك مره ثانيه، شايف مين من اللعيبه اللي ممكن مصر اوسوريو يشركهم في البطوله العربيه، وشايف مين من اللعيبه اللي ممكن ياخد منهم فعلا الاستفاده الاكبر؟ يعني طبعا ملف اللعيبه المعارين تم التنسيق ما بين الاداره والجهاز الفني بشكل جيد فيه، بحيث يتم الاستفاده من العناصر اللي تالقت في الفتره اللي فاتت مع انديتها واللي قدمت مستوى جيد، خصوصا ان يعني في برضو بعض النواقص او بعض الاحتياجات في مراكز في الفريق، فبالتالي كان الامر يتطلب عوده بعض اللاعبين المعارين. فبالتاكيد وجود لعيب على المستوى الدفاعي وعلى مستوى خط الوسط وعلى مستوى الوسط الهجومي، بنتكلم في العناصر اللي تعود من العرب بالنسبه لنادي الزمالك، كل الاسماء اللي لو هنقول محمود علاء مثلا، يعني محمود علاء، يوسف اوباما، كل اللعيبه اللي كانت اعيرت الفتره اللي فاتت او خرجت على سبيل الاعاره، اعتقد عندها خبرات المشاركه قبل كده، فانت مش غريب عن الفريق، يعني كلها عناصر عندها خبره اللعب في يعني اختبارات قويه في محافل دوليه، فبالتالي اعتقد ده هيكسر الحواجز شويه ما بين اللعيبه، ما بين المجموعه الحاليه وما بين، يعني شايف ان هو يشارك كل اللاعبين المعارين اللي رجعوا من الاعاره، محمود علاء، بشكل تدريجي طبعا، يعني هو عيد اللاعبين، يعني ولا شايف ان ممكن يستفاد بحده؟ هو بالتاكيد هيبقى بشكل تدريجي، لان برضو خلي بال حضرتك من نقطه مهمه جدا، انا كمدير فني مستر اوزاريو بعتمد على طريقه لعب، ممكن في بعض العناصر من التيم الحالي حتى ما بتشاركش بانتظام ولسه مش واخده على طريقه لعب مستر اوزاريو، ففي مهام، في ادوار مركبه في لبعض اللاعبين في الملعب خصوصا في خط الوسط، لما كمدير فني بعتمد عليها لازم اللعيب اللي عندي ده يبقى حافظ مركزه وطبيعه مركزه 100%. فبالتالي لما بيبقى جاي حد من بره، صحيح عنده الخبره وعنده القدره على المشاركه وجاهز فنيا وبدنيا وكل حاجه، ولكن لسه ما خدش على طريقه مستر اوسوريو بالظبط. فدي يمكن اللي هتدي يعني بعض الوقت شويه ان هو يبتدي يعتمد على العناصر اللي عنده، ثم يجرب تدريجيا الموجودين معاه. وزي ما بقول، هي البطوله العربيه فرصه برضو، انت في النهايه بتشارك في اطار يعني احتكاك قوي مع مدارس كرويه مختلفه، هتخلي تدي ثقه للقوام الحالي لنادي الزمالك، وتدي التشكيله دي خبره اكتر في احتكاك مهم. صحيح. طب لو هنتكلم عن حاله الارهاق الطبيعيه اللي بيمر ممكن بيها اللاعبين والفريق بعد الموسم الطويل جدا اللي مارينا بيه، شايف ممكن ازاي مستر اوسوريو يتغلب على حاله الارهاق دي؟ طبعا هو ادى للاعبين راحه 5 ايام، بس يعني بالتاكيد برضو لو هنكون فير، يعني 5 ايام بالنسبه للاعبين قضوا موسم طويل زي ده بالتاكيد مش هيكونوا كافيين، فازاي ممكن اتغلب على حاله الارهاق دي؟ هو طبعا رغم ضيق الوقت قبل المشاركه في البطوله العربيه، خلاص بنتكلم على اسبوع، لكن كان مهم جدا قرار اوزاريو بمنح اللعيبه فتره راحه 5 ايام، لان اكيد الكل منهك بدنيا، الكل يعني خلاص استنفذ طاقته، حتى طبيعه اللاعب مش بس اللاعب المصري عموما، والوصول للاسابيع الاخيره في عمر اي مسابقه ومسابقه الدوري تحديدا، خلاص بيولد حاله من خلاص ان انا يعني مش هقدر ادي اكتر من كده، وبالتالي ده كان مطلوب من اوزاريو ان هو يدي راحه، ولكن بالتاكيد هو كمدير فني هو نفسه عنده الخبره في التعامل مع الجانب البدني، يعني من بدايه تعاقد نادي الزمالك معاه هو كان عنده خبره في دي، وابلغ اداره نادي الزمالك من ان هو ملم بالجانب البدني، وهو بيضع برامج بدنيه ايضا بالتنسيق مع جهازه المعاون، ان هو يقدر يوزع مجهود اللعيبه بالشكل الامثل، وبالتاكيد يعني شفنا ده كان اثره، ان مفيش يعني اصابات عضليه كتير او مفيش اصابات عضليه، بالتاكيد هي طبيعيه وبتحصل في على مدار الموسم، خاصه في الاسابيع الاخيره من موسم الدوري، الموسم الطويل والشاق، لكن في النهايه هو طبعا كمدير فني عنده قدره ان هو يجهز لعيبته بالشكل الامثل، عنده برضو بعض الوقت ان هو
اكيد الفترات دي تحديدا ما بيشتغلش بدني اكتر ما هو بيشتغل فني، يعني هو مش هيبقى فيه شغل بدني كتير للعيبه عشان برضو يتجنب فكره الارهاق، ما يرفعش الحمل البدني قوي للعيبه، لان ما فيش وقت كبير ان هو يحط برنامج بدني طويل الامد قبل استعداد للبطوله. خلاص هو كانه مكمل مباراه الدوري بالظبط، ولكن خد فتره راحه. فده بجانب الشغل اكيد الفني اللي محتاج يشتغله مستر اوسوريو في الاسبوع ده، بالتاكيد في شغل نفسي، لانه يعني الاستعدادات لبطوله كبيره زي ديت والحدث كبير زي ده ولمقابله فرق بتضم لاعبين عالميين، يعني عندنا مباراه كمان مع النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، فونانا، صفقات تانية كتير. شايف ازاي اللاعبين ممكن يتعاملوا او الجهاز الفني ممكن يتعامل نفسيا وفنيا في هذه المباراة؟ هو بالتأكيد طبعا، يعني كل ما تذكر البطولة العربية كله بيتكلم من الزمالك وكريستيانو رونالدو على النصر. بالظبط، النصر يعني السعودي ده يمكن اكتر فريق يمكن بطمن الجماهير شوية ان يعني المواجهة مش هتبقى يعني صعبة قوي كده. يمكن الناس متخوفة لانه احنا بالتأكيد عندنا مشكلة دفاعية، فانت بتتكلم مشكله دفاعيه وقدامك كريستيانو رونالدو، فبالتاكيد الجماهير متخوفه من ده. بالتاكيد طبعا، يعني هو اكيد طبعا كريستيانو رونالدو نجم يتعمل له حساب حتى لو يعني اكتر من كده في العمر، حتى لو بيلعب لدقائق معدوده، كل ده طبعا يبقى كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو، دي ما فيهاش جدال. يعني نفس القصه بالنسبه لميسي وانتقاله للدوري الامريكي برضه، لكن في النهايه بنتكلم على النصر مش كريستيانو رونالدو بس، في عناصر كتير متعلقه، في تاليسكا، في فوفانا اللي تم التعاقد معاه مؤخرا، ايضا بروزوفيتش في خط الوسط، عناصر كتير قادره انها تصنع الفارق مع نادي النصر، يمكن هو الاعلى قيمه تسويقيه ما بين الفرق المجموعه، بنتكلم في اكثر من 121 مليون يورو، فبالتالي وبرضه هو الاعلى معدل اعمار ما بين فرق المجموعه. لكن بالتاكيد الحديث عن مواجهه الزمالك والنصر هي هتبقى سابقه لاوانها شويه، لان هي المواجهه الثالثه من حيث الترتيب، يعني بالتاكيد البدايه هتبقى مع الاتحاد المنستيري وهو فريق قوي بالمناسبه، انهى الموسم في المركز الرابع بفرق نقطتين فقط عن الوصيف الترجي، ف يعني اعتقد ان هو كان قدم موسم جيد، عنده لعيبه مميزين، حسام تقاء من اللعيبه اللي في خط الوسط، ايضا محمد امين اللاعب الجزائري المرشح ليه لانتقال لاتحاد العاصمه لو ما انتقلش، ايضا تم التعاقد مع مهاجم سنغالي، فكل دي امور بتخلي فريق اتحاد العاصمه برضو منافس قوي بالنسبه لنادي الزمالك. ايضا نادي الشباب برغم الحاله عدم الاستقرار الفني اللي بيمر بيه، يمكن لسه ما فيش مدير فني دائم، هو اللي بيقوده حاليا خوان براون المدير الفني الارجنتيني اللي سبق لقياده نادي الاسماعيلي في فتره سابقه، لكن طبعا كان في محاولات للتعاقد مع مدير فني نمساوي لكن رفض العرض المقدم من نادي الشباب، ما فيش تعاقدات كبيره بالنسبه للشباب، لكن بالتاكيد عنده لعيبه تقيله، لعيبه تقدر تشيل الفرقه، زي طبعا بالتاكيد النجم ايفر بانيجا لاعب خط الوسط يمكن اللي كان سجل هدف للفوز ليهم على فريق مجري في مباراه وديه، ايضا كان النصر كان لعب مباراه وديه امام سالتا فيجو خسر بخماسيه طبعا، يعني النتائج طبعا ممكن تكون خادعه في المباريات الوديه، عندهم مباراه امام بنفيكا البرتغالي طبعا في فتره التحضير للبطوله، ايضا هيواجهوا باريس سان جيرمان طبعا، دي كلها في التحضيرات للبطوله العربيه، لكن الكل بالتاكيد بيترقب مواجهه الزمالك والنصر، واللي يعني كلنا ثقه في ان مستر سوري قادر ان هو صحيح يوصل بحاله من التوازن الدفاعي للفريق قبل بدايه البطوله. صحيح. طيب اتكلمنا عن صفقات الانديه الاخرى، لو هنتكلم عن صفقات الزمالك، طبعا الزمالك بيسعى ان هو يجيب صفقات قبل البطوله العربيه، هل شايف انه الاهم في الوقت الحالي تنفيذ رغبه مستر اوسوري وطبعا في المجيء بمساك بيلعب برجله الشمال، ولا شايف ان الموضوع ده ممكن يتاجل لبعد البطوله العربيه؟ طيب يعني هو يمكن ملف الصفقات لازم يدار بشكل ان هو توزيع الاحتياجات بتاعتي، هل انا في حاجه ماسه للاعب في الوقت الحالي للمركز ده، او ان انا ممكن استنى لبعد البطوله العربيه. بذكر برضو بمثال صغير جدا يمكن من اللعيبه اللي جت وشاركت على طول، ابراهيم انداي يمكن جه وشارك في بطوله كاس لوسيل ما نالش اعجاب الجماهير بشكل كبير، يعني دخل زي ما بنقول كده بلغه الكوره من الدار للنار، ما تمش تقييمه بالشكل الامثل، فبالتالي كانت صدمه البدايه خلت يعني الامور بالنسبه له مش افضل حاجه، غاب فتره طويله للاصابه ثم عاد وابتدى شفنا ان هو ابتدى يرجع بشكل تدريجي في المشاركه،
فبالتالي مش عايزين برضو نستعجل لقصه الصفقات. صحيح مطلوب صفقات، مطلوب صفقات. المدير الفني تحدث في ده بشكل واضح وشكل صريح في اخر المؤتمرات الصحفيه كان بعد مباراه فاركو، ولكن بالتاكيد هو يعي جيدا ان في صفقات تحتاج لبعض الوقت ان يتم حسمها، وفي صفقات انت محتاجها في الوقت الحالي حتى لو هتشارك فيها في البطوله العربيه. الكلام عن المساك بقدم يسرى ده ان هو الكلام عليه ان هو عايزين مساك اجنبي، مش عايزين مساك مصري يعني. اعتقد خصوصا انه ما فيش لعيبه يعني لفتت نظر مستر اسوريو لحد دلوقتي، فانا شايف انه لو قدرنا ان احنا نجيب مساك بمتطلبات مستر اسوريو ده هيقدر ان هو يفيدنا في الوقت الحالي قبل البدء في البطوله العربيه، ولا شايف انه حتى لو قدرنا ان احنا نجيب الصفقه دي هيكون برضو لسه صعب شويه الانسجام وكمان التعود ولعب بطريقه مستر اسوريو؟ هو خلينا متفقين برضو ان للاسف الكواليتي المعروض مش افضل حاجه. بتكلم للاسف يعني على الدوري المصري في لعيبه واعده، في لعيبه مبشره، لكن ما فيش لاعب ان هو تحس ان هو بالزبط. ده سوبر ستار، ده هيجي هيفرق معاك. عشان كده عايزين نشوف، بندور على حد اجنبي بالظبط، وده يمكن اللي يدينا بعض الوقت شويه ان انت تتأنى وتجيب حد كويس، تجيب لعيب انت فعلا واثق ان هو هيدي اضافه معاك وانت متابعه على اللونج ران، انت شايف ان هو كيرف الاداء بتاعه ما بينحنيش او ما فيش ابس اند داونز كتير. يعني ماشي بشكل كويس. صحيح. فده اعتقد ده هيتم يعني النظر ليه بعنايه من جانب اداره نادي الزمالك، وطبعا المدير الفني اكيد عارف الاختيارات المتاحه بالنسبه له هتبقى ايه، واكيد يعني المراكز اللي محتاجها وامتى ان هو يتم التدعيم ده. اعتقد فكره المساك في اللي بيلعب القدم اليسرى هتتوافق مع طريقه اللعب اللي هو بيعتمد عليها مستر ازوري بشكل كبير، فيمكن ده هو اللي مخليه متمسك بالطلب ده تحديدا. يمكن كمان مستر اسوريو كان بيتكلم في ان هو محتاج مهاجم بيعرف يقف على الكره، طوله يكون طويل. صحيح. عنده قوه بدنيه، يعني ليه مواصفات معينه في المهاجم مختلفه شويه عن الناس اللي موجوده. شايف طلبات مستر اسوريو ازاي وشايف وجهه نظره في الموضوع ده ايه؟ اول حاجه ما كانش مبالغ لما اتكلم عن الاحتياجات للفريق، يعني ما قالش ان انا عايز، لا انا المجموعه اللي عندي دي لا انا عايز لعيبه تانية، مش من نوعيه المدربين اللي بيلاقي لنفسه شماعات. يعني هو في البدايه دايما بيتكلم انا بتحمل المسؤوليه عن النتيجه، عقب مباراه القمه اتكلم نفس الكلام، قال انا المسؤول عن النتيجه وعن اختيارات في التشكيل. كلامه يمكن عن مركز المهاجم تحديدا، يمكن ادى مثال بزلاتان ابراهيموفيتش اللي هو اللعيب صاحب القامه الطويله، قال ان هو عايز حد زي ابراهيموفيتش في التصريحات بتاعته بالظبط. فيمكن ده اللي بيخليه برضو كمدير فني، انا لما احصل الاختيارات بتاعتي امام الاداره ان انا ادي المواصفات معينه، فدي برضو بتبقى حاجه كويسه من المدير الفني ان انا ده هو عارف ومحدد هو محتاج ايه. فبدل ما يبقى طبعا يبقى في قاعده الاختيار اوسع ان انا اشوف اعرض عليه كتير من السي فيهات للعيبه او فيديوهات للعيبه ممكن ما تلقاش الاهتمام بتاعه، لكن في النهاية هو محدد الاختيار بتاعه. وإن كنت زي ما بقول لحضرتك هو يمكن للأسف هي مشكلة في على مستوى الدوري المصري ما فيش الكواليتي العالي قوي اللي انا اقدر اجيب لعيب ليه، ويمكن شفنا في السنوات الاخيره في بعض اللعيبه بتتالق مع انديه. كامل الاحترام لكل هذه الانديه، ولكن لما بتنتقل لنادي الزمالك بتبقى الامور مختلفه كليا، يعني مش بنفس القيمه، ولكن بالتاكيد يعني اللعب لنادي الزمالك حاجه مختلفه، انت بتلعب لفريق بينافس على كل البطولات، وبالتالي حجم الطموح بيختلف، و بعض اللعيبه يمكن بيحصل لها يمكن ضغط نفسي شويه ان انا ما اقدرش اتعامل مع الضغط الجماهيري، ان الجماهير بتحاسبني على الغلطه في المباراه، ده طبيعي انت في نادي الزمالك. فبالتاكيد يعني فكره المهاجم المطلوب في نادي الزمالك اعتقد ان مستر اسوريو وتمسكه بيه برضه بيخدم على طريقه اللعب اللي هو بيعتمد عليها بشكل كبير. البعض برضه بيميل لفكره الاتجاه العالمي ان مفيش الاعتماد على راس الحربة الصريح، لا، لكن برضه ابتدينا نشوف ان في انديه كتير لسه بتعتمد على فكره الفيرود الصريح او راس الحربة رقم 9 او اللي هو محطه يقدر يعني سواء الفينش على امام المرمى او كمحطه للهجوم. طيب سريعا حظوظ الزمالك في البطوله العربيه سريعا. يعني بالتاكيد طبعا نادي الزمالك بيدخل البطوله كاسم وعنده رصيد من الخبرات يقدر ان هو يتخطى مرحله المجموعه، ويقدر يعني بعد كده يشوف اهدافه ايه في البطوله ما بعد دور المجموعات. فاعتقد ان الزمالك
بدايه كده قادر على تخطي مجموعته ان شاء الله. هنتكلم كمان بالتفصيل في الفتره الجايه في الاسبوع القادم لاستعدادات الزمالك للبطوله العربيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا. ناقدنا الرياضي المميز استاذ امير نبيل نورتني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، بتمنى لكم يعني ويك اند سعيد ونهايه اسبوع سعيده ان شاء الله. نشوف حضراتكم يوم السبت القادم، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.